ما في دكتورة. علميت أنا مسوية شيرينج. ظاهرة على الميد دكتورة. علميت موجودة، هياتا كاتبي لي إيه موجودة، معناته الإشكال يمكم عيني. تمام، وعلى الاف سي سي موجودة. تمام، السلام عليكم طلاب عيني، صباح الخير. أنا دكتورة سهاد فيصل، أستاذ دكتور أخذتكم الكورس السابق بالعام الماضي بيولوجي، هيومن بيولوجي. أخذكم هالسنة إن شاء الله بكتيريولوجي. أني ودكتورة فتوة دكتورة شروق نعطيكم المايكروبيولوجي يعني. فالمحاضرة اليوم اللي راح أعطيكم إياها هي البكتيريال جروث أند ريكويرمنتس، معناته الزرع أو نمو البكتيريا وش تحتاج أثناء النمو من physical requirements and chemical requirements. إذا أردبتي بالبكتيريا growth، what's mean bacterial growth؟ I mean increase the number of bacteria rather than the size of the cells. يعني معناته أنا أقصد بها هي زيادة بعدد البكتيريا أكثر مما أقصد أنه زيادة بحجم الخلية نفسها. وبالتالي عملية الـ growth of this bacteria دائما occur in geometric or exponential patterns، معناته أنه عملية النمو ما تكون عشوائية أو اعتباطية، وإنما دائما تكون exponential. exponential معناته زيادة بعدد البكتيريا لحد معين حنشرحه بهذه المحاضرة يعني. فمعناته انه لما يصير increased in the number معناته دا يصير عندي division او دا يصير عندي duplication of this bacteria اللي هي احد طرق التكاثر مالتها. وبالتالي ال one cell will give us two cells, then two cells give us four cells, ال four give us eight cells and so on. وهكذا تبدي يصير بها عملية duplication، يعني يصير تضاعف بعدد الخلايا البكتيرية وبالتالي يزيد الـ number of the cells، therefore we called it bacterial growth. أوكي، شنو اللي يصير أثناء الـ growth؟ أنا دا يصير عندي إنه دا يصير عندي increase بالcell mass نفسها، دا يصير عندي duplication بالchromosomes، duplication بالمادة النووية والدي ان اي، وتصير عندي دبليكيشن ايضا بالبلازميد، وبالتالي حيصير عندي ايضا ساينثيسز اوف نيو سيل وول وبلازما ممبرين الى ان تنقسم الخليه الواحده اللي هي البيرنت الخليه الابويه وتنطيني تو دوتر سيلز، اثنين تنطيني بنويه وتكون دائما ذا سيم ان ذا سايز اند ذا سيم تو ذا بيرنت سيلز، يعني مشابهه للخليه الابويه وتكون متساوية بالحجم. What's mean generation time؟ الجنريشن تايم هو الوقت اللي تحتاج البكتيريا على مود يصير بيها عملية إنتاج جيل جديد، معناتها المدة الزمنية للتضاعف، وبالتالي هو the time required for the formation of generation. generation يعني جيل طلاب. أو أقدر أعرفه بشكل ثاني هو البكتيريال بوبوليشن تو بي دبل ان ذا نمبر، يعني حيبدي يتضاعف بالعدد، نسميه بالجنريشن تايم. اوكي، شنو نوع التكاثر او الريبرودكشن بالنسبه للبكتيريا؟ دائما هو اسكشوال ريبرودكشن، معناته تكاثر لا جنسي عن طريق الباينري فيجن. اكو اشكال طلاب؟ إذا ممكن تسدون المايكات ده يطلع عندي صوت. تمام، عندي الباينري فيجن أو الانقسامات الثنائية هي طريقة التكاثر بالنسبة للبكتيريا، لكن بعض الأحيان تقدر تتخذ منحى آخر بالريبرودكشن، كأن يكون بالبادينج أو تكون لي سبورس. السبورس تعرفون طلاب السبورس شنو؟ انه لما تكون not good environmental condition يكون عندي
هاي تمبريتشر، تكون عندي دراي كونديشن، دائما البكتيريا تاخذ في الطريقه انه تحمي بيها نفسها من الظروف الغير طبيعيه فتكون السبورات. وبالتالي عندي الطريقة المتعارفة للريبرودكشن هي الباينري فيجن، واللي الفيجر اللي أمامكم يوضحها إنه تبدي الخلية بالباينري فيجن تصير اللونجيات تتطاول، تبدي تصير عملية ريبليكيشن أور دوبليكيشن بالنسبة للكروموسومز والدي أن أي والبلازميد، بعد ذلك تتكون إن ذا ميدل، إذا تشوفون إن ذا ميدل حتتكون لي فالسبتة أو حاجز يفصل لي الخليتين من الوسط، وبالتالي أحصل تو دوتر سيل إن ذا سيم سايز أند سيميلر تو ذا بيرنتس ون، يعني مشابهة للخلية الأبوية. هذه نسميها عملية انقسام أو duplication للبكتيريا، بحيث النهائي إنه any copy any cell will take the same copy of chromosome المادة الوراثية، واللي هي أهم ما موجود بنقل العوامل بنقل العوامل والصفات الوراثية بالخلية. الgeneration time اللي تكلمنا عنه طلاب إنه الوقت اللي نحتاجه على مود تنقسم البكتيريا depend on، على من تعتمد؟ تعتمد على type of bacteria، ما هي نوع البكتيريا، شنو هي يا species، and in environmental condition، على الظروف البيئية، إيش متوفر لها من غذاء، شنو موجود من حرارة، شنو pH للميديا اللي حضرنا به البكتيريا وزرعناها. فإذا تعتمد على الظروف البيئية اللي تتواجد بيها وعلى type of bacteria شنو نوعها. وبالتالي عندي fast growing bacteria ويكون الجنريشن تايم مالتها fast وسريع، ما ياخذ اكثر من 10 minutes، مثل الكلوستريديم بيرفرنجز، هذه نوع من انواع البكتيريا اللي تكون عمليه الانقسام مالتها او الجنريشن تايم يكون fast جدا سريع، يعني كل 10 دقائق يتكون جيل، 10 دقائق الثانيه الجيل الثاني، 10 دقائق ثالثة الجيل الثالث، وبالتالي تكون الجروث مالتها جدا سريع وأعداد البكتيريا اللي تنتج عالية جدا. بالنسبة للإشريشيا كولاي another example، دائما يكون الدبليكيشن مالته within 10-20 minutes، كل 20 دقيقة. في حين there are another type of bacteria like mycobacterium tuberculosis، مثل بكتيريا المايكوبكتيريوم اللي هي بكتيريا السل الرئوي، تكون very slow growing bacteria، يعني عملية النمو مالتها وتكوين الجنريشن والديبليكيشن يكون بطيء جدا، each من تقريبا كل 12 إلى 16 ساعة يلا يصير عندي انقسام بالبكتيريا، وبالتالي تنطيني جنريشن واحد كل 16 ساعة، معناته take long time to duplication، تأخذ فترة طويلة. وعلى هذا الأساس طلاب نلاحظ معظم أنواع البكتيريا اللي نزرعها بالمختبر، وحشوفون طريقة الزرع لما تأخذون البراكتيكال العملي، تشوفون after 24 hours وراء 24 ساعة تلقون أكو نمو بكتيري بمعظم أنواع البكتيريا، لكن لما أزرع المايكوبكتيريوم البكتيريا السل أحتاج approximately one month or six week يلا أقدر أشوف النمو البكتيري بالنسبة للمايكوبكتيريوم tuberculosis، لأن عملية الgrowing مالتها تكون very slow. أوكي، إذن الgeneration time واللي أقصد به الانقسامات اللي تحدث في الجيل الواحد على من تعتمد، سواء كتايم أو يعني كسرعة وكعدد، تعتمد على الكومبوزيشن أوف جروث ميديوم، معناته أنا شمطية للبكتيريا من مكونات، من نيوترينت، من مغذيات تخليها تحصل obtain energy source، يعني شنو مطيتها أنا من نيوترينت ومغذيات تخلي البكتيريا تحصل على الطاقة، وبالتالي تقدر تؤدي الفيزيكال بروسيس سواء كان ريبرودكشن سواء كان بايو ساينتسز ماتيريال، كلها تعتمد على النيوترينت والجروث ميديوم اللي تنمو به البكتيريا. ليش اقول جروث ميديوم طلاب؟ لانه احنا نعرف البكتيريا خاصه المرضيه الباثوجينيك بكتيريا تكون دائما
inside the body دائما بجسم الإنسان، وبالتالي تسبب له الأمراض لأن هي تلقى كل النيوتريانت وكل الظروف الملائمة لنمو والتكاثر وإحداث الديزيز. لكن أنا لما أريد أسوي لها growth outside the body خارج جسم الكائن الحي، معناته أريد أشوف البكتيريا بعيني، لازم أزرعها بالمختبر على ميديا artificial صناعية نسميها in vitro study خارج جسم الكائن الحي، وبالتالي لازم النيوتريانت والميديوم اللي أكون أنا محضر تجاهز للنمو البكتيري حاوي على كل النيوتريانت والمغذيات اللي تساعدها على الحصول على الانرجي وبالتالي الدبليكيشن. أوكي، هل تكون عملية الزرع وعملية الجروث بالبكتيريا راندم؟ نو، because nutrient concentration with the time will consume. شنو يعني؟ يعني خلال الوقت الميديا اللي انت محضرها للبكتيريا على مود تنمو بيها تستهلك خلال الوقت، لما هي دا تستهلكها على مود تحصل على الطاقة، على مود تبني نفسها، على مود تتكاثر، على مود تحصل او تضاعف المكونات النووية اللي موجودة بيها، تبني بروتينات الى اخره، كل هيصير عملية consuming للنيوتريانت and accumulation to the waste، يعني يصير تراكم بالفضلات بالميديا واستهلاك لكل المغذيات الموجودة، وبالتالي حتى لو بدأت تنمو بشكل سريع جدا توصل لتايم معين ونقطة معينة يبدي يصير بها ديكلين، ديكلين يعني تقل بالعدد وتبدي يصير بها دث. هذا نقدر عملية النمو بمراحلها within the time بالنسبة للبكتيريا نقدر نسويه بشكل كيرف، فنقول plotted as the logarithm، يعني نقدر نعرف النمبر اوف ذا بكتيريا وش وقت يزيد وش وقت يقل according to the time عن طريق كيرف نسميه growth curve. زين، شنو اللي يصير اثناء الجروث او عملية النمو، او شنو اللي نقدر نقيسه بالبكتيريا لما تنمو وتصير اعدادها بشكل كبير جدا ونعرف انه هذه صار عندي نمو بالوسط الزرعي؟ لما اشوف increased size of this bacteria increased number of this bacteria عددها، وأيضا أقيس some component inside the bacterial cell مثل الـ proteins and DNA، وبالتالي أعرف إيش قد عندي، هل الـ growth أكثر من الـ death or the death الموت أكثر من الـ growth. أيضا يمكن أن نسوي له measuring أو قياس. طلاب، هذا اللي شرحنا اللي هو نسميه بالـ growth curve أقدر كله أشرح لكم إياه بالفيجر اللي أمامكم. إذا تلاحظون عندي الجروث كيرف it is very important because it divided the phases of growth، يعني يسوي لي عملية النمو بشكل مراحل، شلون البكتيريا إيش وقت تبدي تنقسم، إيش وقت تبدي تزيد، إيش وقت تبدي تنخفض. هذا هو الكيرف اللي هو الواي بالنسبة إلي يمثل لي number of the cell while the x axis أو المنحنى X أو اللي شوفوه أمامكم المستقيم X يمثل لي التايم، إش وقت دا يزيد وإش وقت دا ينقص عملية النمو. حتبدي بأربع مراحل، المرحلة الأولى نسميها باللاك فيس، إذا شوفوها أمامكم طلاب اللاك فيس هي المرحلة اللي without any dividing ماكو أي reproduction، ماكو أي increase بالnumber of the bacteria، ما يزيد عددها ولا تنقسم، لكن بهذه الفترة أو بهذه المرحلة تبدي البكتيريا built or synthesis the enzymes, synthesis the DNA, synthesis the RNA المادة الوراثية. اللي يصير بيها exponential phase معناته يصير عندي مرحلة شو نقول عنها انفجارية أو مرحلة زيادة بعدد البكتيريا لأن يصبح بيها الانقسام بالماكسيمم ليفل، هنا تحدث عملية الانقسام. معناته بالexponential phase دا تبدي البكتيريا تاخذ الانرجي، دا تبدي تنقسم، يزيد عددها، يصير عندي أكثر من جيل generation.
هذه الفترة أسميها بالإكسبونشيال فيس. أما الفترة اللي بعدها أو خلال الوقت حيصير عندي ستيشنري فيس اللي هو الفيس نمبر 3. What's mean stationary؟ stationary نقدر نعتبره هو المرحلة اللي تبدي بيها البكتيريا تصير كونستان ثابتة، لا دا يصير ديفايدنج ولا دا تزيد أعداد البكتيريا. يعني إذا نجي هنا نقيس أو نريد نعرف إيش قد النمبر أوف سيلز، حلاحظ إنه النمبر أوف ذا فيابل سيلز أو الحية إيكوال لل death cells، مساوية للخلايا اللي ده تموت. why؟ لأن أنا بعد فترة من الحضن بالميديا أو بالوسط الزرع اللي أزرع به البكتيريا تبدي كل النيوترينت يصير لها consume and للوست يصير لها accumulation، معناته البكتيريا تستهلك كل المغذيات، فتوصل إلى نقطة معينة إنه الميديا بعد أو الوسط الزرعي ما يحوي على الغذاء اللي يخلي البكتيريا تستعمله كطاقة وتبدي تنقسم ويزيد أعدادها. وبنفس الوقت يصير عندي نعم نعم هذه الصوت من يمكم عيني؟ أعتقد من يمكم لأنه واضح بالنسبة للباقين. اللي على الميت عيني واضح الصوت؟ اللي على الميت إذا ممكن تجاوبوني. واضح دكتورة. نعم اي دكتورة بالميت واضح الصوت ما بي شيء. نعم تمام تمام عيني، اللي بالميت واضح جدا. حعيد الخطوة الثانية. تمام، لما أوصل للمرحلة الثانية أو توصل البكتيريا للمرحلة الثانية وراء فترة من الزمن نسميه بالإكسبونشيال فيس. الإكسبونشيال فيس هي المرحلة اللي تبدي بها، إذا تشوفون المنحني ده يصعد طلاب، معناته ده يزيد به عدد البكتيريا، ده يصير ريبرودكشن، ده يصير تكوين للجنريشن، يعني ده يصير عندي أجيال من البكتيريا وده تبدي تنقسم ويتكاثر أعدادها، نتيجة لأنه هي موجودة بوسط زرعي حاوي على نيوترينس، حاوي مغذيات تقدر تستخدمها كسورس فور إنرجي وتبدي تنقسم. بعد فترة البكتيريا يصير كونستانت. شنو معناته النمو يصير كونستانت؟ يصير ثابت، مدى يزيد بالنمو، يوقف عند حد معين أو عند بوينت معينة، نسميه هذا الفيس بالستيشنري فيس. هذا الفيس إذا نجي نقيس به إيش قد أكو خلايا فيابل تو ديث، نلاحظها تكون إيكوال. شنو معناته؟ معناته إذا أجي أعد الخلايا بهذا الطور أو بهاي المرحلة، ألاحظ عدد البكتيريا الحية مساوي لعدد البكتيريا اللي ده تموت. why؟ لأن أنا الوسط الزرعي بما أنه هو closed system معناته هو فقط وسط زرعي زرعت به البكتيريا وما ضفت مرة ثانية any food ولا ضفت له any nutrient، ما ضفت له بعد مغذيات، فشكو مغذيات موجودة بالنيوترينت الأصلي اللي أنا زرع به البكتيريا will consume، يعني يستهلك من قبل البكتيريا، وكأنه هي قاعدة تتغدى وغداها خلص. تمام، هذه المرحلة طلاب بعد خلص تبدي waste accumulation and consuming the nutrition، يعني شكو غذاء أو nutrient تبدي يستهلك، دائما الwaste أو الفضلات اللي تخلفها البكتيريا تبدي تتراكم، وبالتالي وراء فترة من الزمن إذا تلاحظون يصير عندي decline اللي هو الفيس نمبر 4. ديكلين معناته تشوفون نزول بعدد البكتيريا الحية، معناته ده يزيد عندي الدث بدال الجروث، معناته انه شكو نيوترينت تم استهلاكها، صار عندي ويست، وبالتالي تبدي البكتيريا تموت او يصير لها دث. هذا هو الفيس نمبر 4 اللي نسميه بالديكلين اور دث فيس. اللي امامكم هذا الفيجر طلاب نسميه بالجروث كيرف. هذا the same نفس الـ الكيرف، نلاحظ انه باللاج بعدين يصير عندي صعود عالي بالجروث بفترة ما، بعدين يصير عندي ثبات كونستانت، ويصير عندي equal cell death with the cell viable، بعدين يصير عندي الديكلين وموت الخلايا ورا ما تستهلك كل النيوترينتس and يصير accumulated to the waste. هذا هو الجروث كيرف. وعلى هالأساس طلاب معناته
انه اني لما ازرع البكتيريا ان فيترو، لازم تميزوا لي ان فيترو خارج جسم الكائن الحي، ان فيفو داخل جسم الكائن الحي، يجب ان اخذ بنظر الاعتبار many requirements for growth للبكتيريا. يعني اني على مود اخليها تنمو بشكل good growth، لازم اهيئ لها physical requirements and chemical requirements تحتاجها البكتيريا for growth. على مود احصل اني على نمو بكتيري، استعمله لل further investigation. احنا طلاب ليش نزرع البكتيريا، او ليش نحضن البكتيريا، او ليش نزرعها in vitro خارج الجسم؟ لأن أنا أريد أنطي good diagnosis for the doctor، أريد أنطي للدكتور report كامل إنه causative agent المسبب للمرض الفلاني هو فلان بكتيريا، وصار لها growth ونمو وانطتني كذا result. فبالتالي أنا أحتاج culture أو cultivation of bacteria for diagnosis and for further investigation، وحنوضحها بمحاضرات جاية إن شاء الله. فإذا physical requirements for growth of bacteria number one temperature الحرارة. أنا أعرف إنه most pathogenic bacteria معظم أنواع البكتيريا المرضية grow very well in 37 سيليزي، يعني أفضل نمو إلها بدرجة 37 درجة اللي هي درجة حرارة الجسم، وبالتالي تكون مرضية وتسبب أمراض للإنسان لأن هي تنمو بدرجة حرارة جسم الإنسان. أما هل هي قاعدة عامة للكل؟ No. Because there are some kinds of bacteria grow best in high temperature. يعني النمو يكون مالتها أفضل لما تكون درجة الحرارة عالية مثل السيدوموناس إيروجينوزا. هذه الأسماء حتتكرر عندكم طلاب بالمحاضرات، حتتكرر عندكم بالعملي، حتتعلمون عليها شنو هي السيدوموناس إيروجينوزا، شنو الإيكولاي، شنو الليستيريا مونوساي، شنو مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس، هاي كلها حتاخذوها وحتتكرر علي اسماءكم هوايه. اوكي. And there are some kinds of bacteria grow very well in low temperature. يعني حتنمو بشكل جيد لما تكون عندي درجات الحراره واطئه كان تصل للاربعه سلي. اهم نوع هو الليستيريا مونوسايت، نوع من انواع البكتيريا طلاب تسبب لي الفود بويز، يعني التسمم الغذائي. ليش؟ لأن هي تفضل النمو وتتكاثر ويصير لها reproduction لما تكون درجة الحرارة واطئة تصل للأربعة درجة مئوية. نعم؟ تمام. اللي هي درجة الفريج، درجة الثلاجة. وبالتالي إذا أكو أكل بالثلاجة وبقى لفترة طويلة وصار عندكم تسمم غذائي نتيجة تناولها، فمعناها هذه بيها البكتيريا اللي هي الليستيريا مونوسايت. تمام؟ هذه هي التمبريتشر. بعدين عندنا requirements number two اللي هو البي اتش. يعني أنا لما أجي أحضر ميديا خاصة للنمو البكتيريا، أخلي ببالي أراعي البي اتش أو الهيدروجين أيون كونسنتريشن. معظم الباثوجينيك بكتيريا طلاب، معظمها اللي أزرعها بالمختبر، لما أجي أحضر الميديا إلها على مود أزرعها، تكون الـ pH اللي أستعمله أو أستخدمه للميديا دائماً neutral، يعني متعادل اللي هو between ما بين 7 إلى 7.6. هذه أكثر البكتيريا، لكن هذا ما يمنع أنه أكو أنواع أخرى prefer الكون الميديا مالتها أسيد حامضي، وبالتالي أسميها بالأسيدوفيلز بكتيريا. تحتاج approximately من 4 to 5 pH اللي من أمثلتها اللاكتوباسيلس أسيدوفيلس. هذه طبعاً اللاكتوباسيلس هي نورمال فلورا بالفاجينا. إذا اختفت أو ما تكاثرت أو صار لها عملية رموف، رأساً يصير عندي sexual transmitted disease وتهجم على الفاجينا أنواع كثيرة من الباثوجينيك بكتيريا، لأن اللاكتوباسيلس ما تعتبر باثوجينيك وإنما تعتبر نورمال فلورا. تمام؟ أكو أنواع أخرى من البكتيريا أيضاً تفضل أو بريفير الكالين انفيرومنت، معناته البي اتش مالتها يكون قاعدي اللي هو من 10 and more، مثل الفيبريو كوليرا. وكلكم سامعين البكتيريا الكوليرا طلاب، الكوليرا هي دائماً تصير بشكل وباء، سببها بكتيريا نسميها بالفيبريو كوليرا. هذه دائماً تفضل لما أحضر لها ميديا وأنميها على مود أدرسها أو أسوي عملية تشخيص إلها وأنطي ريبورت كامل للطبيب،
احتاج انه يكون البي اتش اللي تنمو به دائما الكلاين، فيسموها الكلوفيلس بكتيريا. ثالثا من الفيزيكال ريكويرمنتس الووتر. كنا نعرف as we know انه all kinds of the bacteria or most of the bacteria معظمها prefer the water and it cannot live without water، ما تقدر تعيش بدون ماء الا اذا كانت البكتيريا مكونه للسبور، لان بعض انواع البكتيريا تكون السبور وبالتالي تحول او تكون السبور على مود تبقى for years alive بالباد كونديشن مثل الدراي، يعني لما ماكو مي الظروف البيئيه جافه الحراره عاليه بعض انواع البكتيريا تكون سبور على مود تحافظ على الجينس او السبيشيز مالتها. شنو معنى الووتر اكتيفيتي الاي دبليو؟ الووتر اكتيفيتي هو فد ميجرمنت او انديكيتورز او فد دليل او قياس نعرف من خلاله الفيابيليتي اوف ووتر ديورينج ذا بكتيريال جروث، يعني اثناء النمو البكتيري دائما اذا اريد اعرف الووتر اكتيفيتي شقد مال السوليوشن اللي دا استعمله لازم اعرف انه البكتيريا تفضل دائما الووتر اكتيف تكون 1 يعني واحد. اذا ضفنا املاح للميديا او الوسط اللي موجوده به البكتيريا املاح حيقل الووتر اكتيفيتي عن ال1 كان يكون 0.8 او less، هذا يؤدي الى انه الجروث اوف بكتيريا حيصير باللو ليفل and this bacteria may be killed، تنقتل تموت ما تعيش بوسط يكون الووتر اكتيفيتي اعلى او اقل من واحد، وبالتالي هذه البكتيريا نسميها اوزموفيلز. اوزموفيلز يعني عندها الاوزماتيك بريشر متعادل، يعني ماكو عندها ضغط عالي او واطي بحيث يؤدي الى انفجار وقتل البكتيريا، فتحبذ دائما انه الديستلد ووتر او اللي نسميه المي المقطر اللي يكون الووتر اكتيفيتي الى 1. اما السوليد توليرنس اللي هو ستيب نمبر 4 او ريكويرمنت نمبر 4، فنلاحظ انه بعض انواع البكتيريا سم اوف كايندز اوف ذا بكتيريا توليريت ذا هاي كونسنتريشن اوف سوليدز، يعني تتحمل الملوحه العاليه الموجوده بالوسط اللي هي موجوده به اللي هي مثل الستافيلوكوكس اوريوس، اكيد سامعين بها طلاب، اللي هي دائما موجوده على السكن اوف هيومن، تسبب ووند انفكشن، فيري باثوجينيك بكتيريا، تتحمل ملوحه تصل تقريبا الى 20%، يعني حتى لو كانت الوسط الموجوده به او السطح الموجود به الملوحه به عاليه جدا تصل ل 20% ايضا تقدر تعيش، يصير لها ريبرودكشن ويصير لها تكاثر وتسبب الدزيز. هذه الستافيلوكوكس اوريوس بما انه تتحمل ملوحه عاليه طلاب دائما اذا سامعين يقول لك هذا اكل جبن عرب وتسمم، شنو جبن عرب؟ ليش بالذات جبن العرب؟ لان جبن العرب او تشيز هذا يكون الملوحه به عاليه جدا مالحه، ما تقدر انواع كثيره تنمو به من البكتيريا وتسبب ديزيز او تسبب فود بويزنينج، لكن الستافيلوكوكس اوريوس تقدر تنمو به بسبب حملها للملوحه العاليه، وبالتالي هذا النوع من البكتيريا نسميها بالهالوفيلز. هالوفيلز يعني اللي توليريت هاي كونسنتريشن اوف سوليدز، تتحمل التركيز العالي من الملوحه. شنو معنى فاكوليتيف هالوفيلز؟ يعني فاكوليتيف، كلمه فاكوليتيف طلاب معناتها اختياريه، يعني هي dont required high solid concentration for growth لكن بنفس الوقت هي tolerate growth in 2% of solids، يعني هي ما تحتاج انه يصير ملوحه عاليه اذا تريد تنمو ولا تحتاج انه بدون ملوحه تعيش، فاذا هي اختياريه بكيفها، تقدر بدون ملوحة عالية وتقدر بملوحة متوسطة تصل إلى 2%، فنسميها فاكوليتيف بكتيريا. عندنا نمبر 5 الأوزماتيك بريشر. كلكم تعرفون شنو الأوزماتيك بريشر طلاب، معناته الضغط التناضحي. هذا معناته أنه هي فد حالة فيزيائية تصير بالبكتيريا إذا وجدت بـ different conditions different solutions، إذا البكتيريا نمت بـ solution
أو وسط سائل أو ميديا تكون hypertonic solution. شنو معنات hypertonic؟ hypertonic معناته إنه الوسط اللي موجودة به إذا تلاحظون اللي هو out يكون solid B أو concentration of solid عالي، وهي ما تتحمل solids العالية، فبالتالي any water inside the bacterial cell will be out، يخرج leave the cell، وبالتالي cells of bacteria تكون shrinkage، تنكمش البكتيريا، لأن شكو مي داخل البكتيريا داخل الخلية البكتيرية يخرج out للخارج، لأن الخارج تكون الملوحة مالته عالية. هذا السوليوشن أو الميديا الموجودة بها نسميها hypertonic. أما الصورة الأخرى إنه لو كان السوليوشن اللي موجودة به البكتيريا أو الميديا اللي تنمو بها البكتيريا hypotonic، هايبوتونيك يعني نسبة الأملاح بيها قليلة جدا، فيصير بالعكس شك ووتر يدخل لداخل الخلية البكتيرية يؤدي إلى الدمج أور لايسيز أوف سيل وول، يعني يؤدي لي إلى تحطيم الخلية البكتيرية وانفجارها. هذا لما يكون السوليوشن عندي هايبوتونيك. فإذا أنا لازم أراعي أثناء عملية تحضير الميديا أو المواسط اللي حينمو بيها البكتيريا تكون بالشكل اللي تحتاج البكتيريا، إنه مثلا متعادلة، الأزمتك بريجر يكون متعادل، لا هو هايبوتونيك ولا هو هايبرتونيك. هذا كل اللي شرحناه طلاب، النقاط الخمسة هي تعتبر physical requirements، احتياجات البكتيريا من الأمور الفيزيائية اللي تؤخذ بنظر الاعتبار مثل temperature, pH, osmotic pressure, water, solids، هذه كلها تعتبر physical requirements. while عندي الكيميكالز ريكويرمنتس اللي هو الاحتياجات من المواد الكيميائية أو الكيميكالز واللي تحتاجها بالتفاعلات الكيميائية اللي تحدث أثناء النمو. بالنسبة للخلايا البكتيرية إنه نحتاج نأخذ بنظر الاعتبار نمبر 1 the oxygen. كلنا نعرف طلاب إنه بعض أنواع البكتيريا تحتاج أكسجين، بعضها تحتاج نسبة قليلة من الأكسجين، بعضها أصلاً ما تحتاج أكسجين. According to the requirement of oxygen, bacteria divided to many types. تم تقسيمها إلى عدة أنواع حسب احتياجها للأكسجين. Number one نسميها بالobligate aerobes. يعني شنو obligate؟ Obligate معناته إجباري. الإجباري الإجباري طلاب معناته أنه تحتاج أنه تنمو only in the presence of oxygen، فقط لما يكون الأكسجين موجود مثل السيدومونس إيروجينوزا. أما التايب نمبر 2 فهو الأوبليجيت أنيروبس، معناته نسميها أنيروبيك بكتيريا. هذه البكتيريا grow only in the absence of oxygen، تنمو فقط بالظروف اللي ما يكون بيها موجود الأكسجين. من أمثلتها الكلوستريديوم تيتاني. الكلوستريديوم طلاب أكو تيتاني أكو بيرفرنجز، هذه اللي تسبب اللي أهل الديابتك ميليتس تسبب لهم الجنجري اللي هو نسميها بيرفرنجز، الكلوستريديوم بيرفرنجز. كلوستريديوم تيتاني اللي تسبب لي القزاز. هذا النوع من البكتيريا طلاب ما ينمو إلا بظروف غير هوائية، ما يريد أكسجين، فنسميه أوبليجيت أنيروبس. أما الميكرو إيروفيليك من اسمها، ميكرو إيروفيليك معناتها تنمو ب low oxygen concentration، بنسبة قليلة جدا من الأكسجين. من أمثلتها الكامبيلوباكتر جيجينم. أما النوع الأخير اللي هو الفاكوليتيف أنيروبس، فاكوليتيف معناته اختياري، هسه لازم تخلون ببالكم تعرفون طلاب obligate إجباري، facultative اختياري، فمعناته أنه this bacteria will grow in presence or absent of oxygen، معناته تقدر تنمو سواء موجود أكسجين سواء ما موجود، فالgrowth يطلع لنا after 24 hours مثل الإشريشيا كولاي. فإذن تم تقسيم البكتيريا إلى عدة أنواع حسب احتياجها للكيميكالز ريكوايرمنتس نمبر 1 اللي هو الأكسجين. أوكي، بعد إيش تحتاج كيميكالز ريكوايرمنت؟ تحتاج كربون
كربون ديوكسيد، يعني كربون ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي يمكن أن نقسم الميكرو أورغانيزمز to two type، إلى نوعين، يا أما ميكرو أورغانيزمز require organic component to grow and duplication مثل الأمينو أسيد sugar etc. هذه نسميها البكتيريا بالهيتروتروفس. شنو هيتروتروفس؟ يعني بكتيريا تحتاج إلى organic nutrient، مواد مغذية عضوية حتى تستطيع أنه تنقسم وتتكاثر. فلذلك دائما نضيف إحنا للميديا وللجروث ميديا اللي نزرع به البكتيريا نضيف كربوهيدرات، نضيف شجر، نضيف أمينو أسيد على مود تستعملها بعملية أنه تحصل منها على الانرجي سورس. النوع الثاني نسميه بالأبتوتروفس، معناته هذه البكتيريا not need organic component for growth but it is need inorganic component and CO2، معناتها حتحتاج CO2، تحتاج مواد لا عضوية حتى تحصل على الانرجي وتبدي يصير لها reproduction وتكاثر ونمو بالوسط اللي هي موجودة به. فإذا according to the need of carbon and carbon dioxide there are two types of microorganisms or bacteria اللي هي الهيتروتروفس and autotrophs، والشكل اللي أمامكم يوضح لكم the two type of this bacteria. طلاب، أما number three chemicals requirement اللي هو النيتروجين source، معناته إنه تحتاج البكتيريا أيضا إلى مصدر للنيتروجين، مصدر للسيلفر، فوسفورز، كلها تحتاج على مود تبني بيها synthesis of amino acid DNA RNA ATP اللي هو الطاقة، والفوسفوليبيدز اللي هي تحتاجها بعملية البناء وعملية التكاثر. فإذا أيضا تحتاج فد مصدر للنيتروجين اللي هو قلنا إذا هو بالجسم فحياخذه من الجسم، وإذا هي بارتفيشيال ميديا خارجية أو وصل زرعي خارجي فحنحضره كميديا أو تهيئ لنا الشركة بكل النيوتريانس والكومبوننت اللي تحتاجها البكتيريا للنمو. ايضا يتم اضافه او البكتيريا تحتاج other elements على مود هي خاصه بال required as enzyme cofactors، تحتاجها في عمليه الفعاليات الانزيميه اللي تسويها البكتيريا بانتاج الانزيمات etc. any disease any virulence factor، فتحتاج وجود little amount كميه قليله من ال elements اللي هي الكالسيوم ايرون كوبر زنك and etc. هذه هي طلاب محاضرتكم لهذا اليوم، بسيطة جدا، مقدمة تفهمكم what's mean the growth of the bacteria، شنو معنى الجروث، شنو معنى الجروث كيرف، الكيرف ما النمو ما البكتيريا، شنو الrequirement of this bacteria، سواء كانت الrequirement هي عبارة عن chemicals or physicals. طلاب إذا أكو أي سؤال تسألوني عيني بالشات، هذه نمبر 1. نمبر 2 اللي ما سمع المحاضرة طلاب، أنا كتبت إنه تسجيل، بس أنا هذه المشكلة حتى ويا العام إذا تتذكرون إنه التسجيل اللي أسجله يمي يطلع عند أحد الطلاب اللي موجودين بالمحاضرة، فإن أمكن إذا نزل تسجيل صوتي للمحاضرة عند أي أحد من الطلاب يعممها على زملائه إذا أمكن، لأن أنا ما تنزل عندي التسجيل، ما أعرف شنو هذه المشكلة. فأني هسه مستعدة للأسئلة عيني، إذا عندكم سؤال. طلاب أحد زملائكم دا يسأل، هل الأطوار أو الفيسز اللي تكلمنا عنها لجروث نفس الشيء تحدث بالجسم؟ تحدث بالجسم طلاب؟ لا، لأنه الجسم دائما أكو نيوتريانس وتقدر تتغذى منه البكتيريا، فلهذا السبب للديزيز إلى أن نقتلها بالأنتيبايوتكس. لكن أنا لما دا أحكي على هذه الفيسز أو الأطوار دا أحكي على الجروث outside the cells outside the body، لما أنا أخلي البكتيريا بكلوز سيستم، كلوز سيستم يعني سيستم أنا مهيئته للبكتيريا ومحضرة الهياء بي نيوتريانت بي إليمنتس بي مصدر للطاقة، تقدر البكتيريا بي تتكاثر إلى أن تخلص هذه النيوتريانت لما توصل لوقت معين ونقطة معينة وبالتالي يصير الهدف.
تمام. سلايد نمبر 7 طلاب ارجع عليه اللي هو الديكلين او الديث فيسز فيسد سوري اللي هو الطور الاخير او نسميه بطور الموت. طلاب لما نوصل الى وقت معين البكتيريا تستهلك بي اذا شوفوا within the time ده يمشي الوقت. نوصل الى وقت معين النيوتريانت والمغذيات اللي موجوده بالميديا اللي محضرتها واللي منميه اني بالبكتيريا تخلص تنتهي يصير لها كونسيوم واستهلاك من قبل البكتيريا. حيصير عندي مقابله زياده increased or accumulation of waste زياده بالفضلات يصير تراكم بالفضلات والنيوتريانت ماكو فتبدي الخلايا تموت فنسميه بالdeath phases او الdeath level او المستوى الموت. تبدي عدد الخلايا الحية يقل عددها لان تبدي تموت بالتتابع ماكو غذاء لها ماكو الانفيرومنتال كونديشن اللي يخليها تستمر بالريبرودكشن او الدوبليكيشن فنسميه بالdeath phase. نعم اكو سؤال اخر طلاب؟ الاوساط الحية ايش تقصدون بها الاوساط الحية طلاب؟ شنو اوساط حية؟ احنا دا نحكي انه عندي نمو خارج جسم الكائن الحي اني مصممت لفد سيستم طبعا هم يسموه سيستم بس هو مو سيستم هو ميديا هي كلتشر هي فد وسط زرعي تهيئ ان الشركات نحضره وننمي بيه البكتيريا. والدليل انه اني لما ازرع بكتيريا على مثلا بروث معين او ميديا سائله معينه خاصه بالبكتيريا ورا 10 ايام اقدر احتفظ بالبكتيريا لمده 10 ايام بالثلاجه، بعدها لما اجي ازرعها ما القاها حيه، القاها ميته. ده يصير بيها، لانه شكو مواد مغذيه بالوسط الزرعي الخارجي تم استهلاكه. داخل الجسم الكائن الحي طول ما الانسان ما ياخذ العلاج الصحيح ومناعته قليله جدا حيستمر بالانقسامات ويستمر بالتكاثر ويؤدي الى احداث الديزيز. طبعا الانتيبادي لها علاقه لانه اني لما اكو اني سترينج مايكرو اورجانيزم دخلي للجسم جسم غريب حتبدي المناعه تشتغل. اول ما حتبدي الانيت اميونيتي اللي هي المايكروفيجز وجماعتها تحاول انه تقتل هذه البكتيريا وتمنع الريبرودكشن وتخلص الجسم منه اذا كانت مناعه الجسم قويه. بعد ذلك اذا ما قدرت مناعه الجسم تتخلص منها طبعا حتبدي مناعه ثانيه اللي هو السكند لاين او نسميه بالهوميرال اميونيتي حتبدي الانتيبوديز تحاول تقتلني وتخلصني من المايكرو اورجانيزم وينتهي الديزيز. تمام. لكن ايضا احتاج ببعض الاحيان لما تكون مناعه البيشنت سبرس مثبطه وما يقدر يقتل لي هذا الكوزاتيف ايجنت احتاج اخذ الانتي بايوتكس. بعد طلاب اكو سؤال اني اكو سؤال؟ المحاضره واضحه بالنسبه لكم؟ بعد اذا اكو اي سؤال مثل ما قلت لكم طلاب تسجيل المحاضره اني في كل مره اسجل اكتب ريكورد لكن تطلع المحاضره دائما عند احد الزملاء اللي موجودين عندكم. هذه المشكله ما انحلت نهائيا بالكليه. فإذا طلعت المحاضرة مسجلة طلاب عند أي طالب موجود الآن حاضر أكون ممنونة يعممها الزملاء كلهم كتسجيل. وحتى لو طلاب ما وصلكم تسجيل أو ما ظهر عندي بالميت فترى المحاضرة جدا واضحة وسهلة ما يحتاج لها. بعدين بالمحاضرات الجاية شوية حتبدي تصعب الأمور لما تاخذون الباثوجينيك بكتيريا هذه لا صحيح تحتاجون تسجيل بها. تمام؟ السؤال من زميل أو زميلة إلكم واللي هو متعارف دائما بعدنا نشرح والزملاء دا يسألون والطلاب دا يسألون وهم يقولون وين رابط الحضور. هذا السؤال اللي ما تقدرون نهائيا تستغنون عنه.